السلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أين أجد الكلمات؟ وقد سبق لي من هو، سواء كان بالفصيح أو بالملحون، يعجزني عن أن أرقى إلى بلاغة عز الدين عبد الغفور. وحق لنا جميعا أن نفخر بما جادت به أرحام الجزائر لسانا وفعلا وسخاء وكرما وخلقا. تفر مني الكلمات لأعبر لكم عن شكري وعن امتناني وتقديري لهذه الهبة التعاطفية التي لاحظتها اليوم والتي قرأتها في الرسالة التي أرسلت يوم قيل حديث الإفك في 5 أكتوبر من هذه السنة. وتذكرون أنني ترفعت على الرد، ولكن كان لزاما علي أن أضع بعض النقاط على الحروف فيما يتعلق بالخطاب السياسي وبمستوى التدني الذي بلغته الكلمات التي تقال باسم جبهة التحرير الوطني. وجبهة التحرير الوطني أكبر منا جميعا، مدرسة تعلمنا فيها عن كبرائنا الذين سبقونا، تعلمنا فيها حب الوطن، وتعلمنا أيضا في جبهة التحرير الوطني من كبرائنا احترام غيرنا والترفع عن السفاسف والحرص عن الصالح العام. ولا المقام ولا المكان، كلنا إلى زوال، والمسؤوليات تداول. من استطاع أن يصحح خطأ غيره فليفعل، من استطاع أن يضيف شيء إلى صرح الجبهة وإلى صرح الجزائر فليفعل، من لم يستطع كما نقولوا بالعربية يعاوننا بالسكان. لأن الكلمة مسؤولية، ونحن عرب نسحر بالكلمة. حتى عندما أكرمنا الله ببعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
كانت المعجزة هي الوحي الذي جاء به سيدنا جبريل إلى سيدنا رسول الله، وكانت الكلمة القرآن الذي أعجز كل من غاص في بحره. فالكلمة مسؤولية، ولهذا عندما يتولى الإنسان مسؤولية أو يكون في منصب المناصب عليه أن يتحرى الدقة، وعليه أن يبحث عن الحقيقة، وعليه أن يكون صادقا. ولهذا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم علمنا أن الكلمة الطيبة صدقة. فالذي افترى علي وعلى غيري أساء إلى نفسه قبل أن يسيء إليه. ولكن لو لم أخشى أن يفهمني الناس فهما خاطئا لوجهت له الشكر، لأن بإساءته مكنني من أن أتعرف على من يحبونني وعلى من يحبونني. وعلى من يرفضون البذاءة والإساءة إلى الآخرين. هبة تعاطفية أشكر الله عليها، وأشكر كل المحبين الذين عبروا إما بأقوالهم وإما بأفعالهم وإما بنواياهم في رفضهم لما جاء من بهتان وافتراء وإساءة أرحم الله من صاحبه. الآن فيما يتعلق بالحاضر، لأن إن شاء الله ربي بيخليش في قلوبنا ذرة من الغل لمن آمن ويحب هذا الوطن. خلنا نقول الله يسلم، الله يسلم، لأن ما تعودناش على هذا الأمر، وما عودناش الناس اللي تعلمنا منهم على هذا، لأن في الجمعة بزاف الناس اللي اختلفوا في أيام الثورة التحريرية، بزاف الناس اللي اختلفوا داخل الجبهة التحرير الوطني، لكن عمرنا ما سمعنا هالإساءات. وبعد الاستقلال بزاف الناس اللي اختلفوا أيضا في جبهة التحرير الوطني، عمرنا ما سمعنا هالإساءات، لأن الناس تقدر بعضها بعض وتعرف باللي البناء تراكم. هذا الجدار لو لم تكن حجرة فوق حجرة لما طلع الجدار. الحضارة تراكم، الناس اللي سبقوا داروا جهد، الله يجزيهم عنا خير الجزاء. إذا فيه شيء اللي نقدر نضيفه يرحب بعملنا، إذا ما في شيء على الأقل ما نقللش من عمل الآخرين، لأن المجتمع الجزائري متماسك وما فيش تفاضل بين هذا وذاك إلا بالإخلاص لله ثم للوطن. من أسعد مني أنا عندما أجد من يحبني وأحبه في الله من دون أن ينتظر مني شيء أو أن أنتظر منهم شيء.
هذه ما نسيبها لا في حانوت ولا في ولا بالدراهم تتباع وتتشرى. ولهذا انا اشكر الله على هذا على هذه النعمه، واسال الله دوامها. امين. لان محبه الناس غاليه، وثقه الناس غاليه، الانسان لازم يحافظ عليها باش يحافظ عليها. ما عندي ما نرد لكم هذا الشيء، نقول لكم برك بالشكر لله والشكر لكم، لان من خلال وقوفكم الى جانبي وقفت الى جانب الحق، كنت ضد الظلم، ضد الافتراء، ضد الاساءة الى الاخرين. احنا ما علمتناش بهذا التخرج الوطني الخطاب، والجزائر ما علمتناش العشرية هذه السوداء والماء الحمراء اللي عرفنا فيها الهم والدم. كاين الناس اللي ماتوا لهم كاين اللي في عائلة واحدة ماتوا له 5 و6 و7 هي المأساة الوطنية. لكن عندما ابتدر الأمر ومصلحة الجزائر أن نذهب إلى المصالحة الوطنية، الناس نسات أحقادها. علاش؟ خاطر اللي يرجع الجرة يتعب. ما نبنيش دولة بالأحقاد، وما نبنيش حزب بالأحقاد، وما نبنيش وطن بالأحقاد. أما عن الجزائر، الجزائر كما كنت نقول لكم الصباح، كل والدي قد ما نمدوا ما نردوا لهمش خير، وهكذا الوطن. الجزائر عطتنا كلش، والفضل يرجع فيه لمن؟ يرجع فيه للشهداء، ويرجع فيه للمجاهدين اللي بفضل الله وبفضلهم جميعا صرنا أسياد في وطننا، وصارت الجزائر تمكن كل أبنائها من فرص التعلم ومن فرص التداوي ومن فرص الارتقاء في سلم المسؤوليات. أنا بعض الله سبحانه وتعالى هو للشهداء وللمجاهدين اللي رجعونا وخلونا أسياد في بلادنا. الشاعر اللي يسمحوني الشعراء اللي هنا في القاعة لأنهم أعلم مني وأدرى مني، الشاعر يقول: وطني لو شغلت بالخلد عنه لنازعتني إليه في الخلد نفسي. ما عدناش وطن بديل. وهذا علاش هذا التجمع بتاعكم من باب الحرص على وحدة الصف، على التماسك، على الخلق السليم، لأن السياسة أخلاق. عندك فكر يواجه فكر آخر، عندك برنامج يواجه برنامج آخر، بعد عن القضايا الخاصة وبعد عن الإساءة للآخرين، تكسب قلوب الناس. لهذا قلت لك وكان ما خفتش يفهموني غلط نرسل له رسالة شكر. خاطر من مغنية التبسع ومن زائر طب الراس، الله يجازيهم عني خير الجزاء، الجزائريين رجال ونساء، وفيه حتى من أنا خصمهم السياسي راسلوني بالهاتف ولا رسلوا لي رسائل، وبيناتنا خصومات سياسية، ما بيناتنا شيعة. هم ينظرون إلى الجزائر من وجهة نظر، وأنا أنظر إليها من وجهة نظر أخرى،
وفي الانتخابات كل واحد ويدافع عن وجهة نظره، لكن عندما جاء هذا الافتراء حتى خصوم السياسيين أرسلوا لي وساءهم ذلك التجني. علاش نذكر هذا؟ لأن يمكن نسمعوا السلام الوطني، نسمعوا له نتذكر أن هذا الرمز الذي يرمز إلى الجزائر هو العلم ولكن أيضا عندما ندرس وننتبه إلى المعاني التي جاءت في بعض مقاطعه نقول بأننا مقصرين، لأن في مقطع من المقاطع الشاعر المفتي زكريا يقول واقرأوها لبني الجيل غدا، معناها الشباب، ما نبلغ للشباب تضحيات الأجداد والآباء، وكذلك نبلغهم مش فقط التضحيات، نبلغهم جلال ما من أجله ضحوا اللي هو الوطن اللي هي الجزائر، ومن أكثر من جبهة التحرير الوطني ملزم بتبليغ هذه الرسالة، رسالة نوفمبر، والحرص على الجزائر شعبا وترابا، والحرص على الجزائر قيما وثوابت، والحرص على الجزائر اقتدارا وتمكنا. جبهة التحرير الوطني هي اللي مؤتمنة لأنها أمانة الشهداء، مؤتمنة على مواصلة رسالة نوفمبر، وأنتم الله يجزيكم عنا خير الجزاء، حرصكم على الجزائر هو اللي خلاكم الطوق عنقي بدين، لأن كرمتوني الله يكرمكم. طوق عنقي بدين، وهو هذه المحبة اللي كما قلت لكم قبيل لا تشترى بثمن. أنا أشكر الله والحمد لله، ومن أسعد مني أنا عندما أجد هذه الوجوه المنيرة وهذه القلوب التي تحتضنني بدفء المحبة التي ليس من ورائها طمع، ولكن هكذا نبني المجتمع، نبنيه بالقيم، نبنيه بالأخلاق، نبنيه بالحرص على الصالح العام. قبل كنت أقول لكم باللي الكلمات تخونني لأن لا أجدها، لأن هذا ما عنديش باش نقابلها إلا شكرا لكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم.